الأمم المتحدة ترى أن ضرورة مشاركة جميع الشركاء، شركاء السلام وشركاء الفترة الانتقالية في هذه المرحلة تحديدا حتى الانتهاء من الفترة الانتقالية؟ يعني واحدة من أزمتنا السياسية الأساسية إنه حتى الذين أتوا لإعانتنا أو مساعدتنا في الخروج من الأزمات السياسية السودانية هم أصبحوا جزء من الصراع الذي يدور في السودان. يعني الحديث الذي أدلى به أعتقد غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة واجه الكثير من الانتقادات من كتل سياسية مختلفة في السودان، وبالتأكيد غوتيريش يعتمد على تقارير وبيانات فولكر بيرتس اللي هو ممثله الشخصي في وهو رئيس البعثة في السودان. كان من الصعب أو من الخطأ أن تكون الأمم المتحدة جزء من هذا الصراع، ودي واحدة من الإشكالات، بل واحدة من الإشكالات الموجودة في السودان، إنه حتى الأطراف التي تأتي دائما هي لا تتبنى موقف الحياد للوصول إلى رؤية مشتركة، بالعكس هي تنحاز إلى أحد الجوانب فتفقد القيمة بتاعت الحيادية والمهنية التي تجعلها في كل وقت صراع قادرة على أنه تلتقي بكل الأطراف. الآن لجان المقاومة أصدرت بيان بشكل واضح أنها لن تلتقي فولكر بيرتس. قوى الحرية والتغيير أعلنت بشكل واضح أنه ليس لديها ما صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة لا تعنيها بأي شكل من الأشكال، وإن القضية حلها في الداخل وليس في الخارج. الشيء المهم والأكيد أنه القضية الآن حولها خلاف وحولها صراع، وهي نقطة حل كل الإشكال الحاصل في السودان. هل الذي يحدث الآن، الوضع القائم الآن في السودان، هو دستوري أو لا؟ هي دي المشكلة الحقيقية، وده ما كان يجب أن تعمل. نحن ما عندنا عندنا وثيقة تم توقيعها بعد صراع طويل مع الأطراف المختلفة بين المكونات، المكون العسكري.